انا مش معه، لانه حاليا يعني الناس ماكله هوا، ما في شغل، ما في حركه، ما في بيع. انا مهندس شغال ببيع العاب، وصلنا للمرحله هاي. انا لما يجي يقولوا لي ادفع اللي عليك، ما معي صدقا. انا ضد يعني مع تمديد امر الدفاع 28، لانه الاوضاع الاقتصاديه الان صعبه جدا، والناس لسه ما تعافت يعني من كورونا، والاوضاع صعبه جدا جدا الايام هاي. مع تمديده، لانه الوضع والله صعب على الكل، يعني حتى اللي معه مصاري ما في مجال انه يدفع، يعني واللي عنده محل ما في مجال انه يدفع. لا تمديده، السبب موضوع الناس والاوضاع المعيشيه اللي بتصير في الوقت الحالي. كل الناس الله يكون بعونها، اللي بيطلع قوت يومه يعني هذا الارض صار في الايام هاي، اوضاع كل مالها في تراجع. الوضع أسوأ من السيء للامانه. انت تطلع المحلات بتستفتح ما بتستفتح، ايام كثير المحلات ما بتستفتح، ووضع موسم اجى سيء جدا، موسم مدارس سيء، موسم من الاعياد سيء، يعني الناس من يوم ضغط التزاماتها كل يوم من سيء لأسوأ. ما في بوادر انه احنا يعني نهب اقتصادي، نهب يعني الوضع كثير سيء. لا لازم تعطي فرصه للشعب، لانه الشعب يعني يا دوب الواحد يجيب له ربطه خبز للبيت، وبعدين شغله ثانيه طلع على المحلات كلها فاضي. والله العظيم بنروح ايام مش مستفتحين، الحمد لله، ولا برحمنا صاحب محل، ولا برحمنا الجابي تبع الكهرباء، ولا برحمنا تبع المي، فش ولا تاجر برحمنا. من وين نروح نجيب؟ يعني اذا بدكو تنهوا امر الدفاع، اعتبروا كل الشعب محبوس، ولا واحد بضل، كلهم يعني انا بقول للحكومه بني لكم كمان 5-6 سجون عشان ايش؟ تحبسوا الشعب كله وخذوا اولادنا، وبدناش اشي منكم، وبحبسونا بناكل بنشرب مجانا على حساب الحكومه، لانه عن جد السجن ارحم من العيشه هاي، اقسم بالله. كل طبعا مع تمديد امر الدفاع، لانه الناس ماكله هوا، ما معها مصاري، من وين بدها تدفع؟ يعني اذا نهوا الامر الدفاع كل الاردن راح تنحبس، يعني كل الشعب راح تلاقيه بالجون، ما في مصاري، الشعب من وين يدفع؟ الناس ما يعني من رايي انه اي واحد مديون ينحبس بغض النظر شو ما كان المبلغ، لانه حرام هيك. يعني واحد تعبان مصاري ويداين الا واحد وهذاك نصب عليه، حرام. ليش ما ينحبس؟ مفروض ينحبس مباشره، ما فيش استئناف. الدين هلا مش في حقوق للناس، ما بده يدفعها الحكومه. انا لي حقوق للناس، يعني انا المحامي بيقول لي اللي اذا لك اقل من 5000 دينار روح اعمل تسويه معه، ما فيش لك ترفع لي قضيه. انا مش مع التمديد، لا ابدا. السبب كل انسان لازم ياخذ حقه، يعني بالنهايه كل انسان لازم ياخذ حقه، هاي فلوس ناس بدها كل. هلا شوفي، في ناس بصراحه امانه الله بدها حبس، وفي ناس والله ما بدها الحبس، في ناس بدها تدفع دفعت حق، في ناس والله ما هي دفعت حق. هلا بالنسبه لي انا في شكات على العالم، والله العظيم انا قادر احصلهم، لا انا مع حبس المدينه.